أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصيتنا اليوم لها طبيعة خاصة، شخصية علمية. منذ صغره جعل له هدفا في الحياة وحصل على هذا الهدف. رجل عصامي نشأ في رعاية أو في رعي الغنم، كان عنده غنم لأهله وكان يرعى هذه الغنم، يخرج في الصحراء كل يوم ويرعى الغنم. وهو شاب صغير، فتى صغير يرعى الغنم ويتربى، وكان عنده قطة صغيرة يلعب بها، يربيها ويلعب بها. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف القطة فقال: إنها ليست بنجس، طاهرة، إنها من الطوافين، عليكم الطوافات. وكان عند هذا الرجل قطة صغيرة، هرة صغيرة، لقب بها، فكان الناس تقول له أبو هريرة، تصغير الهرة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام شافه وقال له: يا أبا هر. كان يداعبه، يقول له: يا أبا هر. وكان الصحابة ينادونه بأبي هريرة نسبة لتربيته القطة وهو صغير. ومشى هذا الاسم على أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا، ما أسلم في البداية. وهذا الغريب، أن الرجل أسلم متأخرا لكن حصل من العلم على شيء جم، لأنه عرف شلون يستغل وقته. بعض المرات الواحد يقول: أنا الله هداني وأنا كبير أقدر أطلب العلم، ليش لا؟ شوفوا قصة أبي هريرة متى طلب العلم. يقول عن نفسه: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. رجل عصامي منذ الصغر كان معتمدا على نفسه بعد الله جل وعلا، جعل له هدف في الحياة بعدما أسلم أن يطلب العلم، ترك كل شيء في الدنيا. هذا مشغول بالتجارة، وهذا مشغول بالعمل، وهذا مشغول مع أهله، وهذا مشغول. أما أبو هريرة كان وقته من صباحه إلى مسائه في الحفظ، يحفظ أحاديث الرسول، حتى يقول عن نفسه: ما حفظت حديثا عن رسول الله فنسيته أبدا. والآن افتح كتاب، أي كتاب، فقه ولا عقيدة ولا، ما تلقى أحاديث إلا لازم تلقى فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاع وتحمل الجوع في سبيل ماذا؟ في سبيل طلبه للعلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله يقول: ما يستوي العالم وغير العالم. ولهذا أبو هريرة صار له شأن عظيم في هذه الأمة. من شدة الجوع أحيانا تخيل ما عنده وقت، لا وقت يأكل لا وقت يشتغل عشان يحصل. طبعا واحد يقول: لا، الواحد يعمل. إيه، بس أبو هريرة الله هيئه لأجل يحفظ دين هذه الأمة. شلون نحفظ عباداتنا؟ الله هيئ بعض الصحابة يحفظون السنة من رسول الله عشان يبلغونها على للذين بعدهم. صحابة معدودين جمعوا أكثر السنة، أبو هريرة منهم. يقول: من شدة الجوع أحيانا كنت أسقط على الأرض وأصاب بالصرع، فيمر علي المار يمسكني يظنني مصروعا، يعني فيني شيء. يقول: وليس بي إلا الجوع، يظنني الناس مجنونا وليس بي إلا الجوع. أي تحمل في طلب العلم هذا؟ بعض الطلاب نقول له: يا أخي اقرأ ادرس، مالي خلق. شنو مالك خلق؟ شوف أبو هريرة سوى. يقول: يوم من الأيام، يقول، كنت أتعمد أروح لبعض الصحابة أسألهم عن أحاديث، ما كان يمد إيده ولا أطلب من أحد صدقة، في عزة نفس. يقول: أسأل بعض الصحابة أحاديث أقول يمكن يعطوني تمرة ولا تمرتين أسد فيها جوعي. وكان أحيانا يعطونه، لأنه يزورهم يطلب العلم يحفظ، فكان يعطى من هذا ويعطى من هذا. يقول: يوم من الأيام شافني منه الرسول فعلم أنني جائع، يعني الجوع يبين على وجه الواحد. يقول: فناداني إلى بيته، يقول، فدخلت معه البيت، فقال لي، قال: يا أبا هريرة، أراك جائعا؟ قال: نعم يا رسول الله، جائع ميت من الجوع. فبحث في البيت، سأل أهله، الرسول يسأل أهله، قال: عندكم شيء؟ قالوا: عندنا قدح من لبن، إناء فيه لبن. استأنس أبو هريرة، اللبن يسد الجوع. يقول: فأعطاني القدح، قدح اللبن. يقول: ففرحت، فقال لي: اذهب إلى أهل الصفة في المسجد وأعطهم إياه. يقول: فتضايقت،
أهل الصفة مو واحد ولا اثنين، مش كثرهم، مجموعة كبيرة جالسين في المسجد كلهم فقراء، والقدح واحد قدح صغير، شو يسوي لهم؟ واحد اثنين يشربون خلص. يقول والله قد قتلني الجوع ولكني لا أرد أمر رسول الله. طلع من بيت الرسول وين داش؟ داش المسجد. ما ذاق اللبن، ميت من الجوع لكن وقاف عند أمر رسول الله. يقول فذهبت إلى أهل الصفة وأعطيتهم القدح وأنا أقول خلاص ما رح يجيني شيء. يقول فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يقول فشرب الأول، شرب الثاني، شرب الثالث، شرب الرابع، شرب الخامس، كلهم شربوا. أنا متعجب، القدح ما خلص، شنو هالإناء اللي كلهم شربوا منه؟ يقول فانتهى كل الناس وشبعوا حتى وصل دوري. يقول فنظرت إلى القدح وإلى اللبن لم ينقص منه شيء. يا الله، الرسول يعلم أن أبا هريرة كان جائعا لكن أراد أن يوريه، شفت اللبن أنت آثرت للناس راح يرجع لك مثل ما كان. فقال لي اشرب يا أبا هريرة. يقول شربت، ما صدق الحين أبو هريرة يشرب من الجوع، يشرب ويشرب، يقول له اشرب، يقول وأشرب، يقول لي اشرب ويقول وأشرب. يقول حتى قلت والله لا أجد له مسلكا، خلاص يعني بطني امتلأ كل هذا من قدح واحد. يقول ثم أخذه النبي وشرب ما بقي منه. إنه من؟ إنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول يوم من الأيام أنا جالس عند الرسول يتعمد أبو هريرة، فقلت اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فقال النبي آمين، أمن النبي لدعائه وكفى بتأمين النبي تأمين، وهذا استجابة للدعوة. يوم من الأيام شاف الصحابة يتمشون بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنتم يعني في التجارة وفي الأسواق وما تدرون شنو في المسجد؟ قالوا ماذا في المسجد؟ قال ميراث الرسول يوزع. الصحابة يتمنون أي شيء من آثار الرسول، من ميراث الرسول يعني كذكرى. قال ميراث الرسول يوزع في المسجد. قالوا في المسجد؟ قال نعم. فأسرع الصحابة إلى المسجد، كلهم ركضوا دشوا المسجد عشان يرجعون له. قالوا له ما رأينا شيئا في المسجد، رأينا رجلا يصلي وآخر يقرأ القرآن وحلقة علم وذكر، ما في شيء. قال فإن هذا هو ميراث رسول الله. شوف شلون يعلم الصحابة. قال فإنه لم يورث دينارا ولا درهما ولكنه ورث العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات. يعني الله يقول يوم القيامة أهل العلم لهم درجات، مو درجة حالهم حال الناس، لا، أهل العلم لهم درجات عالية عند الله يوم القيامة. في حياة النبي نرجع مرة ثانية، أبو هريرة أمه ما كانت مؤمنة، جلس معها يوم من الأيام قال يا أمه أسلمي يا أمه آمني، ما آمنت حتى تكلمت على رسول الله. فزعل أبو هريرة وذهب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه يبكي. قال ما الذي يبكيك يا أبا هريرة؟ قال أمي يا رسول الله، أمي مشركة، ادعو الله لها، أمي لم تؤمن، ادعو الله لها. فرفع النبي يديه إلى السماء، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اشرح صدرها. ففرح، يعرف أبو هريرة أن دعاء النبي لا يرد، فركض إلى وين؟ إلى أمه الآن يدعوها. شوف بره بأمه، شوف شو الحريص على أمه هذا الرجل الحنون، أسرع إلى أمه. فأراد أن يدخل فقالت أمه حسبك يا أبو هريرة، لا تدش البيت. تحجب ليش؟ يقول فسمعت خرير الماء، صوت الماء قاعد ينزل، الماء شو تسوي أمي؟ يقول فلما دخلت عندها أول ما رأتني قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بدون ما يكلمها، دعاء النبي سبق. يقول فبكى أبو هريرة وعانق أمه وهو يبكي، ورجع إلى الرسول وهو يبكي وجلس عنده. يقول لقد أسلمت أمي يا رسول الله، لقد أسلمت أمي يا رسول الله. وكان أبو هريرة بارا بأمه، من شدة بره ما كان يطلع من البيت اللي يسلم عليها ويستأذن منها، ويقول لها كل يوم السلام عليك يا أمه، رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، يدعو لها قبل ما يطلع كل يوم. فترد السلام أمه وتقول وعليك السلام يا بني، رحمك الله كما بررتني كبيرا، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنه أبو هريرة تزوج وكان في حياته قيام الليل شو يسوي في بيته؟ عنده خادم لما كبر في السن، كان عنده خادم وعنده زوجة، بيتهم كل الليل قيام. شلون؟ الثلاثة يقسمون الليل، ثلث الخادم يقوم الليل، ثلث زوجته، ثلث هو. ما كانت تمر دقيقة في بيته إلا والصلاة قائمة. أساءت إليه جارية، جارية عنده أساءت إليه إساءة، فقال لها والله سأبيعك، بس خلاص تعب منها، قال سأبيعك ممن يوفيني حقي، من واحد راح يعطيني حقي. قالت لمن؟ قال أنت حرة لوجه الله، يعني أنت لله، الله راح يعطيني حقك منك. وكان يحن إلى النبي بعد موت النبي، وكلما ذكر حديثا يقولون كان يروي الأحاديث، هو أكثر من روى الأحاديث، لكن كلما روى حديثا قال قال رسول الله دمعت عيناه وحن إلى نبيه. قبل أن يموت دعا بدعاء وقال اللهم اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي فأحب لقائي. فقبض الله عز وجل روح من؟ روح أبي هريرة معلم هذه الأمة ووعاء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شخصيتنا في الحلقة القادمة أيضا مثيرة، قصة إسلامها عجيب، ليس بعربي، ليس بعربي، ومع هذا قال النبي فيه أنه منا من آل البيت. صاحب فكرة حفر الخندق في غزوة الأحزاب، من هذا الرجل وما قصة إسلامه المثيرة؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج